بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه؟ جمبري. جمبري من غير جمبري، يعني ايه نقول جمبري من غير جمبري؟ ماشي. ديت البسارية زي ما انتم عارفين اللي هي الصغيره ديت، جبتها عملناها ايه جمبري كده معاكم بالبقسماط. نقول جمبري الغلابه، جمبري يعني ربنا يديم علينا نعمه حفصه من الزوال. زي ما انتم شايفين، بصوا كده نضفها بالشكل كله ده كده. امسكها اشيل الراس بالمصارين بتاعتها كده وهعملها كده. هنا ديت جزره وتومه وتوابل البتنجان. هنعمل ايه؟ هنخلي الجمبري بتنجان، يعني هنعمل ايه؟ كيلو بسارية عملنا منه وليمة والله يا جماعة بجد. يعني هنا حطيت البتنجان على النار زي ما انتوا شايفين، وهنا البسارية نضفتها وغسلتها وعصرت عليها ليمونة وحطيت عليها ايه؟ ملح، حبيت لها ملح، حبة ملح كده زي ما انتوا شايفين اهي. وايه وقلبتها كلها كده ببعضيها، وبعدين هعمل لها الخلطه بتاعتها اللي هحمرها بيها ان شاء الله. هنا البتنجان خلاص استوى اهو، بس كده البتنجان هطلعه زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا ديت توابل وكمون وكزبره ودقيق وبقسماط. ديت اللي شايفينها ديت على جنب ديت كده، دي بقسماط هعمل بيها الجمبري. يلا زي بعضه. جمبري جمبري والله احلى من الجمبري، وجميله والله وحلوه، يعني مش وحشه، ده حاجه لذيذه والله بجد. يعني انا اول مره اعملها في القناه بتاعتي، بس انا ما عملتهاش عندي قبل كده، بس لما عملتها والله جميله جدا، لما جربتها لذيذه والله بجد. يعني زي ما انتم شايفين، بصوا عملتها بالبقسماط والدقيق والتوابل، كمان وكزبره وتوابل. ده الجمبري لذيذ والله بجد يا جماعه، ومش غالي، حلوه في التناول الجميع. يعني زي ما انتم شايفين بالطايف كده، يعني ايه نقول جمبري برضه زي ما انتم، انا سعوديه بقول جمبري مش بقول جمبري، في ناس بتقول لغه تانيه. يعني هو بصوا بصوا عمل ازاي، مقرمشة وجميلة جدا والله لذيذة. مش شايفين بصوا حاجة حلوة والله بجد. يعني فوت اهي، هنا هحط زيت الحلة، هنعمل جنبها رز، هنعمل جنبها رز كده، ده ملح زي ما انتوا شايفين. هنا بشرت بصلاية وجزراية، هعمل بيهم الرز جنبها يعني كده زي ما انتوا شايفين كده. نعمل الرز بالبصل وبالجزر، والله كان لذيذ جدا والله بجد. يعني هنا حطيت له الميه زي ما انتوا شايفين اهو، زودت ميه كده وخلاص. ايه هنسيبه ايه يستوي كده مع نفسه. هنا هنعمل الخلطه بتاعت البتنجان زي ما انتوا شايفين اهي، دي حبه توابل على جزره مبشوره على تومه مدقوقه بالفلفل. هنحط عصارة الليمونة، ودي معلقة خل برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها كلها كده ببعضيها، ونحط في البتنجان اهو، نخلي الديتا الدقة بتاعت او التتبيلة بتاعت البتنجان زي ما انتوا شايفين والله بجد. يعني والله كان لذيذ، وبالجزر وبالتوابل والليمون والخل، حاجة حلوة والله بجد. يعني وربنا يديم علينا نعمة فصلة من الزوال يا رب، وربنا يرزقنا ويرزق كل من كان. هنا عم خللت البتنجان زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا بقى نعمل ايه؟ سلطه. دي جزرايه وليمونه وبصل اخضر، هنعمل السلطه ببصل اخضر والبقدونس جنب الجمبري زي ما انتوا شايفين. هنا هتحط القطه مع البقدونس، ودي الجزر والبصل، بشرت الجزر وقطعت البصله زي ما انتوا شايفين كده. وهنا هحط عصر الليمونه، وهنا الرز بصوا خلاص كده ايه استوى زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا عملنا السلطه، وهنا الجمبري اللذيذ الطعم دوت
والله ما اقولكوش طعمه حكايه لما حطيت له توابل وعاملاه بالبقسماط، جميل جدا والله بجد يعني. وبالف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف، وربنا يديمها نعمه فاصله من الزوال. وما تنسوش يا جماعه اللي يخش عندنا ينورنا بالله كل اشتراك، ونرد كله، بنرد كله ما بنخليش، بنرد الاشتراكات واللايكات. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.